القرآن التي تنشر في وسائل التواصل ويوضع عليها صدقة جارية عن فلان، هل تصل كصدقة جارية؟ يعني الصدقة الجارية من جهة النشر، نعم، هي من العمل الصالح الذي إذا فعل الإنسان وأهدى ثوابه لغيره، فجمهور العلماء على أن من عمل عملا صالحا من التطوعات وأهدى ثوابه لحي أو ميت نفعه ذلك. هذا من جهة النشر، وبالتالي إذا فعل ذلك فإنه مما يوصل فيه الأجر لمن أهدي إليه من الأحياء أو الأموات، إذا كان ذلك على وجه التقرب بنية إيصال العمل لإيصال الأجر لمن شاء أن يوصل إليهم الأجر. من العلماء من يرى أن ذلك لا يشرع إلا فيما جاءت به السنة، ولم يرد مثل هذا في السنة، فبالتالي لا يشرع مثل هذا. والأقرب أن كل عمل صالح من التطوعات إذا أهدي ثوابه إلى ميت أو حي فإنه يصل، لكن أولى ما ينفع به الإنسان غيره من الأموات والأحياء بعدما يتعلق بقضاء الحقوق والواجبات أن يدعو لهم، فالدعاء لهم من أعظم ما ينتفع به الجميع، ينتفع به الداعي وينتفع به المدعو له.